السلام عليكم أصدقائي، وأهلا بكم في لعبات Call of Duty Mobile أو كود موبايل. وأنصحك ألا تقوم بتحميلها من البلاي ستور، بل تقوم بتحميلها في الأبيك بير مثلا، وتقوم بتسطيبها بواسطة برامج التسطيب. إذا أول شيء تحتاج إليه عندما تدخل، يعطونك شخصية مينت، تضغط على اللود أوت على هذه العلامة، وهنا تختار الشخصية، تضيف أسلحة وغير ذلك. المرحلة التالية هي الدخول هنا. إذا كنت تريد أن تغير من صورة تعريفية وغير ذلك، ها هي هنا تقوم ب عندما تفتح معك هذه الأشياء. وهذا هنا لديك مجموعة من المعلومات. نمر إلى أصدقاء، يعني أصحاب كيم دكانك. إذا أنت كي تضيف صديق، هنا تضغط على علامة أو أصدقائك الحالي، تكتب اسم صديق، هذوك الأصدقاء تستطيع أن ترسل لهم طلب الصداقة. وإذا لديك هنا ضغطت هنا يقول لك يعني نوع الأصدقاء الذي تريدهم. مثلا هنا لديك روك يعني مبتدئ، لديك هنا نافذة الدردشة كما ترى، الدردشة العالمية كي تتحدث مع الجميع. هنا لديك فريندز الأصدقاء، أيضا تستطيع أن تتكلم معه بواسطة الأوديو مثل الواتساب، ثم الكلان إذا كنت داخل الكلان. هنا تستطيع أن تتحدث في الشط إلا إذا كان مستواك 10 4 جيمات مثلا، وسوف تصل الى 10 بسهوله. اذا دخلنا الى الاعدادات هنا بالاعلى، سوف نذهب مباشره الى لونجاج هنا، وتختار العربيه. نضغط اوكي، سيعيد الان. هذاك غارسيا الملح، العمليه الخاصه سكورستريك، ميزه صانع اسلحه، صناعه الاسلحه، اسلحه خاصه باللعب الجماعي لوحدها، والباتل رويال لوحدها، و كل طور تحدد الأسلحة المناسبة. أغلب الأشياء هنا بأموال حقيقية. نمر إلى الأنواع. مثلا لديك هنا مباراة تصنيف، هنا تختار هنا هل تريد طور اللعب الجماعي أو تريد الباتل رويال. نمط جديد هنا، هو الأساسي مزيان حتى الجيم في تدريب، حتى الموت تدريب مثل طور اللعب الجماعي. هذا باتل رويال، إذا ضغطت على باتل رويال يعطيك أنماط أخرى. هنا لديك هذا، لديك التفاصيل، قاتل إلى جانب زملائك ضد ديو أو لوحدك، ثنائي أو جماعي. في بعض الأحيان يعطونك هذا السي بي، السي بي بمثابة الجواهر. إذا ضغطت هنا مثلا لديك هنا أيوة، عندما تدخل 7 أيام سيعطونك 10 من السي بي. أشياء أخرى هنا، القوة البرية، تذكرة القتال، خزينة تذاكر القتال. لدينا هنا فعاليات، استبدال، جمع هذه النقاط الفعالية تستطيع أن تحصل على هذا السكين المستودع إذا كنت تريد أن تختار شيء آخر. فعالية الزيادة، هنا إمداد تجنيد جديد، الحزمة الإبتدائية. أشياء السكينات لا تجدها ببساطة في المتجر، إنما تحصل عليها بمجهودك. يعني إذا كنت تريد سكينات مجانية، فمثلا هذا أن تجمع 30 نقطة كي تحصل على هذا السكين. سكين آخر هو روين في مستوى 50. هذه الصناديق يمكن أن تحصل فيها على شيء. بدينا بالدخول لوحة المهام، مناورات القتال، مكافأة تسجيل الدخول، سكينات أخرى لديك. اليوم السابع سيعطونك أحد هذه الثلاث شخصيات، سوف تختار أنت الشخصية التي تريد. المتجر تجد فيه مجموعة من الشخصيات التي يمكنك أن تحصل عليها. هذه الشخصية تستطيع الحصول على شخصية أخرى. عندما تمر 5 أيام أو 6 أيام سيعطونك 5 من هذا السي بي، تستطيع أن تشتري هنا. وفي كل موسم يعطونك تقريبا شخصيتين أو 3 شخصيات جديدة. في بالأسفل لدينا متجر رصيد العادي، وهو هذا الرصيد الأعلى. هنا عندك مجموعة من الصناديق، تقوم بالضوء. الشيء هذاك هنا بعض الشخصيات، هذا أو هذا أو هذا السكين مثلا هذا الشخص. دائما تقوم بالبحث هنا كي ترى الأشياء التي يمكن أن تحصل عليها. هذا إنه مجاني، أضغط أوكي. يعطونه لك يوميا أعتقد. مرنا عندي الصناديق هي المتواجدة. مهارات، هذا عمل مهارات مهمة جدا. مهارات، بطاقة تعريف، نعم. النقاط هي لكي تقوم ب ترسل يعني هدية يعني صديقك. لديك المقر،
مقرونة. أهلا بكم أصدقائي، لا تنسوا الضغط لايك واشتراك الفيديو. قائمة أفضل اللاعبين في اللعبة، مستوى طور جماعي على وسط مستوى الباتل رويال، طور الزومبي أيضا أفضل اللاعبين في طور الزومبي، في الأسلحة مستشار قتال. أهم شيء الكلان مباشرة، ذاك الكلانات المغربية وطنك هنا تلقائيا على حسب بلدك في جوائز الكلان. هناك بعض الشخصيات طور الزومبي تربح تقريبا ثلاثة أو هناك أربع شخصيات تقريبا. هذه الخيارات وستجد مهمات ما مكافآت، لديك عدة مكافآت يعني هذه الشخصية مثلا شخصيتين تقريبا. وكيف تبغي تكون هذه بهذا الشكل الذي تضغط على هذه في طور الباتل رويال تصبح هكذا. أما في الطور الجماعي فأنت تلعب بهذا الشكل. أوكي كتبت يعني الأمور، أنا أفضل هذا الشكل. هذه نادي السهم الصغير، هنا يعطيك الأشياء التي تحتاج إلى التحميل، تصنيفات وغير ذلك. تضغط على مباراة التحميل، تضغط على تفاصيل البيانات، ولديك التصنيفات تكون في بداية مبتدئ، مبتدئ رقم 2 3 4 5، ثم تنتقل الى مخاطر الاخير و كي تحمي السلاح من يعني التحرك. تقوم بخفض هذه الاعدادات الخاصه بالسلاح الى الصفر، وايضا الاعدادات التي تحتمنها، وايضا هنا تقوم بديمج، تقوم بفتح هذه الديمج نمبرز. ثم هنا البوف، كاميرا بوف تضعها في 75 الى 80. هنا ايضا تقوم بزيادتها هذه المكان، و سنسيتيفيتي ادس ايضا. ونلعب مباراة، نضغط في تأكيد مثلا هنا اضغط بدء. هيا بينا، هناك الانتظار اصدقاء، احنا ننتظرنا مباراة هذا. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Go. بسم الله، واخيرا سنبدا الان. هيا بنا. حسنا وجدنا الطريق، هيا زحلقة. ماذا يوجد في الصندوق؟ ها او سلاح جيد جميل. تريد ان تقتلني؟ ما هذا؟ سأقضي عليك. وصلنا ليفل 20 انفنتوري، هو الصندوق متميز يعني. وود هذه العملة تدوم 19 يوما فقط. حلة جديدة يا صاحبي، هنا يعطوك 50 يوميا. هيا بنا بطل رويال. You are the jump leader. Good luck. أنا هو الجمب ليدر، انا هو القائد كذا. هي الشبكة يلا يلا، مستعدون تماما. والله العظيم في غير قائد يا وحيد. السلام عليكم. شوف ريال يجي في الوالو، لماذا لا تترك لي السلاح يا فتى؟ بارك الله مش كذا قيس. هيا بنا ليتس جو. وانا نزدنا انا وانا نزدنا شو هذا الشيء؟ وات هادي هادي اشكي اشكي اجينا ذاك هو يفرق بين المرض الجديد هذا لي اتركه لكي اقتله ويلي يا شفتو. Get some rest soldier. Yeah some rest. تقول لي راسو ها هذا الكارتون هذا ما غادي لا زعما يتحبس جدو. الجيدة وين الله ينعل تفرغ هذا صاحبي يمكن ما عنديش قرطاس.
ماذا غير انطفق؟ تعال تعال يا هنا. السلام عليكم. لكن ضرب المغمية ضربة امرق السحمد. تنتبهي الضربة ديال السحمد، تنتبهي تمرق ديال السحمد. السلام عليكم. مرق السحمد خطر هكا. يا الهي لا من ضربة قصة. الهدايا يا اصدقائي اذا نجمع نسمونا من كادوات نجمع هاد الشيء. ابراهيم عافاك مبدا انت هنا خاطري. الناس مقاتلين هنا. كل هيا طنو بلا هيا 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 قرنصو 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 الرقم واحد الرقم واحد دروفر دروفر هاكا هي الحرب. ما تحرك صاحبي، لا زون جاية لا زون.